خليه السيس تبارك عليك. وين تقول شيخ ولا في عهد السيبة المكان المخزون الأول؟ في عهد اسمه هذيك بعد في العهد السيبة يعني قبل ما جيتها فرنسا عليهم قبل زاد قبل فرنسا وي لا كلاس كيداوي الراس عباد الله ما لي عند الفوسي خلص لي ما عندوش الدنيا انا تجب انا ويقول له اخي صح بطل بطيلة انا ما كريم ما شاري ما عندي دراري 38 درجة الحرارة النهار العافية شعلي الله يبرد علينا يا اللهم امين الحرارة كبيرة وكبيرة بزاف السلام عليكم اخوان الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن تبارك الله عليكم النهار هذا جينا للسوق الخميس هذا الخميس هذا راه جديد كاين في النواحي غفصي يعني الجماعات قلت لك انا بقي غير من طبيعه الحال هذا الخميس هذا يلاه تلقى هذه واحد شهرين دابا هذا الخميس هذا في العمار ديالو شهرين شهر قبل رمضان وشهر رمضان وهذا النهار هذا الخميس يعني زعما الخميس يعني مباشره مورا العزب كيتسوق هنا في واحد تاريخ الحاد كيقول الحاد القديم قبل تم الاستعمار كيتسوق هنا الحاد القديم في واحد تاريخ ومشى هذيك التاريخ هذاك الطريق وتحيد ديك السوق والحاد ولا في غفصي وتبدل هادشي بخاطره ودابا التاريخ يعيد نفسه وتلقى دابا هنا الخميس هاد السوق هذا راه جديد بالنسبه للي زوار دابا السوق هذا راه تلقى جديد ايوا ما سوقوه يبان لي فيه الخير كامل فيه كل شيء والنهار بطبيعه الحال السوق ما عامر شيء علاش ما عامر شيء؟ لان يلاه تالا العيد يلاه تالا رمضان العيد الناس باقا بعيده بالعربيه تعرفت يعني يكون الاسواق مورا العيد راه ما يكونش عامرين اي بلاصه الاسواق اللي يجوا مباشره مورا العيد ما يكونش عامرين عاوتاني تا يقولوا 10 ايام 15 ايام 20 يوم ويبقاو يتعمروا الاسواق كما العاده والقاعده هذا النهار هذا فهو راه حنا ما نسوقوش نهار معكم الخميس الجديد هذا كان حاد القديم في واحد التاريخ هنا دابا اصبح الخميس هذا الخميس الجديد على بركه الله نشوف معنا المتتبع ديالنا ونسرع معكم في الخميس على بركه الله هل من هذا النهار ولا البارح؟ هذا البارد نحطو في الليل تا مورا العشاء عاد نحطو الشريف كنا ديما نبيعو هنا كل نهار نبيعو ومدير تبقى هنا وحنا هنا على قد يبصر وقرب يقول تما فيكم المعقول شحال في دوش دابا هذه قلنا هذه 50 درهم دابا هذه 500 هي 15 ريال انا عارف غير معاها ما كنت اصلا ما ناويش نحيد مو عارفني ما نحيدش ايوا هادشي اللي كاين هكا سير نصر انا ما عندي عنده بوستر هاكا شريف خطرة الله يحفظك يا شريف قلت لك انا من الاول ما ناويش ابان تشطر معكم انا عارف انا كلمت هادشي اللي كاين حيد مش مشرحين انا بانت ولي ناس معقولي دابا نحيدو مش يرحم الوالدين الله يعاونكم نعم نعم خميس هذا راه عاد جديد هنا في البلاد يعني كما كان لاش واحد شهرين باش بدا يتسوق شهرين خميس راه جديد شرال دابا مع الايامات العيد شرال 25 درهم الكيلو انت شرات تبارك الله نقولوا مزيان 25 درهم الكيلو 25 درهم لان مع الايامات العيد ما كاينش تحرك بزاف يعني تا الاسواق ما يعمروش بزاف معروفه القضيه هذه في الايامات العيد العيد الصغير ولا العيد الكبير والعيد الكبير كثر يعني يجي السوق الاول والسوق الثاني ما يعمرش خاطره ثالث ثالث عاد يعمر هادشي اللي كاين قلنا واحد شريف واحد الكيلو شرا الله يجزيك بخير كرتون لا كرتون عندي شحال شحال جبنا الشرال وجبنا كبايلة الشرال 15 درهم للكيلو هنا هذا النهار هذا الخميس كبايلة الشرال يا ربي 25 درهم للكيلو وكبايلة 15 درهم للكيلو السردين ما كاينش ما لقيتش السردين انا بصفه عامه يعني الله اعلم اذا كان في الصباح بكري تحط الله اعلم المهم ما كاينش دابا السردين كبايلة زائد الشرال وهذا الخميس هذا النهار بطبيعه الحال ما عامرش بزاف ليش النهار مع الايامات العيد باقي العيد الحمد لله ما جاز السبت اللي فات يعني انا راح خمس ايام قد زاد من العيد يعني ما عامرش بزاف ولكن الحمد لله كل شيء موجود كل شيء موجود كل شيء اللي كاين احنا ماشيين معاكم الخميس تحركوا مع الخميس مزيان وعاد تحركوا يلاه المشاهدين ديالنا بقاو معنا الله يعطيك الصحة يدك يدك ديما لا لا وين عارفك انا هنا الراجل هذا راه يسوق عندنا السوق ديالنا راه يسوق عنده اتاي راه معروف باتاي اتاي ديالو عرفتي ولا
لا 16 راسه تا يد الصح الله يعطيه الصحه ما كاينش واقيه تا يسمع هو دابا انت الذكيه ما كاينش ما يقيش من غير يسمع صافي بلا ما العياش اخوان بليب اتاي هذا هذا بليب لا ما عجبنيش شربوا الا ما عجبش اتاي باش شربوا هو براسو قال لك انا قال لك نقيس اتاي ما عجبنيش يعني يقدر الطريق يقضوا يهرقوا صافي ما عندوش مشكل بالرباح ولا كذا خاصو الكليان يعجبوا الحال وانا فعلا قديم وانا نشرب عند ولدي نعم راسنا بسم الله من دابا الحد هنايا الحد قلتو على عامل الشارق قديم بزاف قبل ما يدخل الاستعمار لهنا قبل يدخل الشارق قلنا في العهد السايبه ما كان المخزون الاول اسمها هذيك العهد السايبه هي واحد خي من عندنا حنايا كيعاود لنا عليه عندنا بعض العصابات من ديك الشارق هذا كلايد ديالهم اييه السوق عمرو غافل اللي كيبقى هو اييه كيبقى هو كاين ولكن يبقى هو هذاك الحد القديم اييه اش كنا كل واحد كله الحد القديم نشوف ما ياضي جو يضرب مع كلايت وفز على السكر عبد تشوف عبالي عبالي شق العرب كل شيء كل شيء حرام تعرف كل شيء حرام عبالي كشي عبها ما ايتم السيبة في العادة السيبة يعني قبل ما جيتها فرنسا عليهم قبل زاد قبل فرنسا بلا وي ليش اذا انا هذا الحد هذاك قديم بزاف ليه يعني مشاري وبنا خلاص مراد داكشي بحال انترك ما بقاش الحال تاع بروك يا ايامات ليش عورك ليش قوا شي ايام تاع وحيد 80 تاع بروك شي عام شي عام وحيد عورك هو عاود دابا العام قال بسم الله 2023 لا ما كاع ودني شكون السبب الحد الحديه انا بطول انا يعد الحد ليه هذا عمرو هذا ولكن بلي انا خبيس مزيان عجبني بعد لا مزيان لا مزيان فيه الضال على الواد فيه الضال فيه السيجار على الواد بحال قريب الواد قريب لا بغا من بطيعهم يا بطيعهم لا سخان الله يعطيك الصحة ولا يهديك هذه لا لا برافو عليك بالله الله يعطيك الصحة وانا قلت له شوف هاك الصف هذايا منا كنا صغارين كنا ديما نشرو لابان هاي 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 ذاك عنده وعلى قيمة شويه لابان ها هو مرحبا كيف عليك صفراوي قيمة شويه ها انا الراجل بسم الله صح لا كلاص كيداوي الراس عباد الله قول لا كلاص عيش وما تخليش اخويا بدار ما نعرف تراك ساكن في المرسى مرحبا الراجل والله انت محمد ديك الحويزه الطرفيه اولا بهذيك الحانوت بحال شي واحد كيصايب المواطرتي هذه الحانوت هذيك التاريخ هكا لا مشى هذيك الوقت والدراري كبروا ولكن واحد الملاحظه عندي ديك لاباني ديك التاريخ هذاك زوين دار حنا مزور واحد شويه لا لا بس لا تبدل شويه السلعه كلشي ترى هذا لاباني كلشي كيموت لاباني في السوق ضروري ما يجيبش لاباني هذا هو لاباني هذا حنا نرجعوا شويه للتاريخ القديم الله يا حنا نكون شويه لاباني يا حنا عكبرنا
مرحبا خالي والله ماشي بارد داكشي مزيان ولا مدخن شحال هذا من وحده 4 دراهم لقيت 3 دراهم ولا مناش زاد الخضره هادشي زاد كلشي دابا 10 كيلو عرفتي بحال 14 كيلو دابا شحال زاد 10 كيلو هاتي بعدك نتوما شي واش مزيان بسم الله يرحم والديك الله يعطيك العافيه هذا شي زين لا هذا الصحه والله العظيم لا تاع اللبن حلو طري دابا اللبن الا ما كانش طري لا والله اي لا كان حمر والو لا حمر اللبن حلو البربوله بالشعير اللبن ديال البقر كلشي بلدي دابا هنايا في هذا السوق هذايا اسامه هذا الشيء في السوق هذا كلشي يتباع طبيعي الراجل تا هو يقول له واحد يقول له يشرب لان اللي عنده الفلوس يخلص اللي ما عندوش الدنيا هنا تجب انا ويقول له اكل صح واش فهمت ولا؟ المهم السوق ديال الخصبان هذايا عندك شرب ما عندك شيء يشرب والله يعاوننا ويعاوننا هذه ساعة كاينين الخيوط ديال ما نبدا عليك على ثاني انا هذا مال السواق يشغلوا عندنا تبيعوا هادشي في السوق يصاوبوا الطواجن راسهم بيد ما يعيقوا على اليد يصاوبوا الطواجن راسهم بيد ما ما يحتاجوش يمشيو يكونوا القهاوي يصاوبوا داك الشيء الطواجن يحطوا البوطال المسائل داخل على البركه الطاجين هذا ما نقيسوا معنا الطاجين نشوفوا واش جاب فيك بسم الله بسم الله شكرا عندكم مع القيسو بقى تغدونا لا با كل لا جيت هنا كل خميس نتغدى كل خميس نجيو نتغداو الناس الكرام لا عمرها سلعه وحبابي كيما الله يعطيك الصحه الراجل قال لك بيقف بالقيطون اللي بيدوز من تما يقولوا جيت غدا ايوا شنو صافي كل في سبيل الله هاتي لك هذا رحب ويا بسم الله اجي ابراهيم اجي تغدى لو كان التسجيل بعد راس بها في الوقت مازال سوبر ولكن حامي بزاف حامي بزاف الله يعطيكم الصحه السلام عليكم الحبايب ديالنا كيف نتوما لاباس عليكم صحه لاباس نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير باحسن الاحوال النهار عبد العالي مشى يسوق الخميس وعلى الخميس يلا قواه جديد سواق وجاب لنا الحوت جاب هنايا كبايله وشرال دابا بنشرملم الشرموله عندي هنايا بنشرملم وكان في الشوايه عبد العالي شعل العافيه نعصر واحد شويه الحامض تاع الشرموله ونشرملم وكان في الشوايه ان شاء الله يا الخميس جديد هذا النهار كيفاش كان؟ الخميس راه جديد ما كانش عامر بزاف شويه وها ولكن فيه كلشي تبارك الله صراحه هذا شي بها سردين قال لك سردين ما جا شي جا كبايله تونينه وشرل ولكن شرل مزيان 25 درهم الشرل
وهذا الحوت هذه هذا التونينه هذه 15 درهم للكيلو والشري 25 درهم وهي تبارك الله 38 درجه الحراره على النهار. العافيه شعلي الله يبرد علينا يا اللهم امين. الحراره كبيره وكبيره بزاف في الوقت هذا ما عمرنا عشناه بعد اخر شهر 4 والحراره هذه كلها الحراره هذه نعرفوها في القناطر يعني القناطر هو شهر 7 هو الحراره هذه ولكن على الحراره ما عرفناش هذو عاوتاني ربي راه عنده كل خير عاود دابا دابا يجيب الله الغربي ودابا يجيب الله البروزه اللهم احفظه هذا ما كان شي ديك الحراره بحال جاتنا قاصعه الحراره مول في جيبها لقيت هذه الحراره هذه دابا يوم الربع زعما الجو شويه مبرد النهار يوم هذايا ها النهار والبارح حراره كبيره زعما ولكن نطلبوا الله ما يكون على خير نطلبوا الله يبرينا غدا او العشيه غدا صباح نعمل شي صباح السماء صباح الحال مبرد يا ربي بينك الحبيب نطلبوا الله صافي دابا من تشوى بنقوها من تشوى بضروري خرج واحد بسم الله هاي قرب يتجوى أسود و الله طابو شو دابا نشوفو البصلة ونشوفو مطيشة الحوت طاب الشاوية جات فيه رائعة هذا الشراد وهذه تونينا زايد تبارك الله الحمو اخي ديالي الحمو الحمو تبارك الله تونينا بطل المرأة قرب 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 الاخريب ابلاشي عطاو شجعناه قرب قرب الاخريب ابلاشي تونينا بطل اصلاح لا خبير 15 دراهم 15 دراهم مع عمي ديالي يعطيك الصحه راه عمي ديالي راه قرب المراه ها انت ها شويه ها لا حيدك بخاطره ودابا صافي ها انت على بركه الله صافي الله يعطيك الصحه انت ها ها انت هذا تشوى قرب قرب اراضيك التوصيله حنان قرب قرب المراه باطل باطيله انا ما كريم ما شاري ما عندي دراري هاكا حنان فطر شويه تما مدرا حنان انا الميده بنتها صافي هاد قد واش تشوى ما تشات تشوى باقي واحد شويه باش تحت لنا انا نمشي نصغب الشلاطه اييه هو نصغبوا نعم سيدي باش نتغداو حتى حنا راحنا جوعنا راحنا جوعنا مشينا حتى للسوق ديال الخميس وباقي المتتبعين ديالنا المشاهدين ديالنا باقي نمشيو ويمشيو معنا للاسواق اللي كاينين هنا في المنطقه باقي الاثنين المنصوره السوق هنا بن احمد قريب علينا باقي نمشيو ليلو باقي ان شاء الله يا ربي نمشيو لثلاثه بن احمد سوق هو كبير ثلاثه بن احمد وكاين سب ملحه يعني الاثنين المنصوره تسوق نهار الاثنين وكاين ثلاثه بن احمد تسوق نهار الثلاث وكاين سب ملحه اي تسوق نهار السبت جا فلافاند بن احمد يعني مباشره للغزاوه تا هو سوق مزيون
يتسوق بالنهار السبت. كاين الاثنين بوبعان السوق حتى هو مبعدش علينا بزاف، وباقي المتتبعين ديالنا نمشيو مره مره نمشيو للاسواق ونشوفوا ثقافه ديك الدنيا والامور كيفاش تتباع وهذه. والجهه هذه الاثنين المنصوره يجي لها الحوث اطري، معروفه الاثنين ديال المنصوره بالحوث اطري، هذه معروفه يعني الحوث ديال الحسيمه قريب عليها ولا تطوان ديال الرينكون، يعني يكون فيها الحوث اطري وبالمعقول. ايوا صافي الاسواق ضروري المتتبعين ديالنا ما نمشيو مره مره نخرجوا معكم الاسواق، هادشي اللي كاين. كما شفتوا الاخوان اخوات المتتبعين ديالنا، هذا النهار كان تبارك الله يا ربي سخون وبزاف، ماشي عشويه، ونطلبوا الله يتبرد. امين يا اللهم امين. نطلبوا الله يبرد علينا، يبرد الحال ينفخ الغربي ويجيب الله التيسير يا ربي فينك الحبيب. هذا النهار مشينا الخميس سوقنا وجينا شوينا الحوت شوينا مطيشه شوينا البصل، قرعت هي حنا شويه مشويه في الظلام كل شيء هادشي اللي كاين. ورا الحراره بزاف، حنا جالسين تحت الشجره تبارك الله، هنا كاين الظل الشجره اللهم لك الحمد. ايوا هادشي اللي كاين، الفيديو ديالنا هو هذا، ونطلبوا الله المتتبعين ديالنا ديما يكونوا في احسن الاحوال، وما تنساوش اشتركوا معنا في القناه ولقيوا لنا الجيمات دعمونا باللايكات، وتبارك الله عليكم وشكرا جزيلا. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديالنا هذا هو الفيديو ديالنا النهار، نتمنوا من الله دائما يلقاكم في احسن الاحوال، كما نقول لكم دائما اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. يلا الفيديو ديالنا بسلامة عليكم، تهلاو في راسكم ونتلقاو فيديو اخر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بحول الله، تبارك الله عليكم.